هلا والله، مساكم الله بالخير. سوينا انبوكسنج سريع لهذا الماكينة، مكينة اسبريسو هذه من شركة بليزا اسمها فرانشيسكا ليفا. طبعا بليزا هي شركة ألمانية تصمم مكاينها في ألمانيا وتصنع مكاينها برضو في ألمانيا، لكن تجمعها في الصين. تجميع المكاين كلها يصير في الصين. طبعا هذه الماكينة من فئة الدبل بويلر، سخانين، يعني سخان للتبخير وسخان للاستخلاص منعزلين عن بعض، التحكم في البعيدي لكل سخان على حدة، والمضخة اللي في هذا الماكينة اهتزازية فيبراتوري بومب لكن دبل بويلر. طبعا اهتزازية معناها ان الضغط عندنا يتصاعد لين يوصل الى حد المقاومة اللي مفروض تكون ضبط المضخة عليه. مثلا لو 9 بار 9 بار خلاص يكمل 9 بار، والخزان خارجي. الماكينة فيها بي اي دي مدمج، وفي بعض الميزات نقدر نتحكم خلو هذا شوي، هذه الحرارة، هذه حرارة التبخير نقدر نرفع وننزل، انا رفعت الى اخر شيء. طيب، وعندنا الحرارة الثانية هذه حقة الاستخلاص، نقدر نرفع الى 105 او نقدر ننزل الى اذكر في الثمانينات، اي الى 80. فدائما حرارة الاسبريسو يعني 90 ممتاز. هنا فيها الإيكو مود، الإيكو مود فيها أكثر من بروفايل، نقدر نقول 1 أو 2 أو 3، كل رقم له عدد معين، يعني ثواني معينة، ممكن دقائق معينة، بعد دقائق معينة يفصل. الظهر رقم 1 نص ساعة، رقم 2 ساعة، ساعتين، وهكذا. خلاص تطفي الماكينة من نفسها. وهذا الشيء الجميل نقدر نسوي ترطيب، هذا بري انفيوجن، من 1 إلى 30، يعني 30 ثانية نقدر نسوي ترطيب. معلي صوت البعيدي كان عالي والجوال يلقط، خلني بعده. طيب، هنا عن طريق البي اي دي نقدر نتحكم بالترطيب. المضخة تفتح، نفتح المضخة وتعطينا ترطيب، بعدين تمسك هذا الموية في البك لعدد ثواني معينة، نقدر نخليها من 1 ثانية إلى 30 ثانية. فيعني ترطيب عن طريق البي اي دي نادرة، يعني بعض المكاين فيها هذا الشيء، لكن ما يعتبر في الـ A61 من الميزات، يعني اللي ما تكون في المكاين كلها. وش بعد؟ بس هذا البي اي دي شرحناه. عموما الماكينة أنا إن شاء الله إني بسولف عنها. طيب، لكن الحين أنا عاد أحتاج أطلع سريع كذا مشوار، وبعدين بتحضر فيها بسولف لكم عنها. تبخيرها قوي، فيها أشياء حليلة نصرف عنها بعدين، لازم أمشي الحين. مساكم الله بالخير، يا هلا وسهلا. اليوم إن شاء الله بتكلم عن ماكينة فرانشيسكا من بليزا. صار لي كم يوم ما استخدمها، حضرت وياكم أكثر من شات، سويت لها انبوكسنج، فتحتها معكم، تكلمت عنها، حضرت فيها، يعني حبيت اني اعطيكم نبذه عنها قبل ما نتكلم عنها بشكل تفصيلي. فاللي ما شاف السنابات اللي قبل ممكن نعيد السنابات ونتكلم عنها بشكل مختصر. وشو هذه الماكينه؟ ماكينه فرانشيسكا من بليزا، التصميم والتطوير الماني لكن التجميع في الصين، وجميع مكاين بليزا كلها تتجمع في الصين. طبعا مسجل في المكتور Designed and developed in Germany, assembled in PRC. PRC اللي هي الصين. كل الناس توجه للصين الحين، الصين ما في أحد مثلها في القوة، يعني العاملة ليها هذه العاملة، وما في أحد ينافسهم. فهذه الماكينة تجميع في الصين. سبق وسويت مراجعة لماكينة ثانية من فئة مختلفة من نفس الشركة، اللي هي اسمها انيزيو روتري الار، فئة الار، موجودة في التليجرام. وهذه فرانشيسكا فئة مختلفة عن انيزيو. الحين بنقول وش الفرق بينهم. مواصفات الماكينة من فئة السخانين الدول بويلر، سخان للتبخير وسخان للاستخلاص منعزل عن بعض، وفيها بي اي دي مدمج، نقدر نتحكم بحرارة السخان للتبخير وحرارة السخان للاستخلاص.
فيها تانكي خارجي وليس داخلي مثل باقي المكاين. التعبئة تكون برا زجاجي. سعة هذا الخزان لترين، وسعة السخان الداخلي للبويلر الكوفي بويلر اللي هو حق الاستخلاص سعته لتر، وحق التبخير سعته لتر. فعندنا لتر داخل سخانين، لتر لتر وهنا لترين، مصنوع من الستانلس ستيل الداخلي، وهذا قلنا اللي هو التانكي الزجاجي. الجروب هيد E61 مثل معظم مكايس إسبريسو خاصة المنزلية يتصدر حق جروب E61، هو الأشهر، يعني ما في أشهر من جروب E61 خاصة المنزلي. شركة فييما صنعته في 1961، كان براءة اختراع ذاك الوقت، وبعدين عاد صارت الشركات تطور عليه ويجي بجودات مختلفة، لكن طريقة عمله واحدة، في بايب ان واوت، انلت واوتلت، الموية اللي داخله نفسها تدور تطلع وتدور وترجع، فتبقى يعني طول الوقت تدور في هذا الجزئية، وهذا يبقى على طول ساخن عشان يحافظ على الحرارة. ساعة الضغط بريشر جيج حق الحرارة يبين لك كم واصل الضغط وجاهزيته للتبخير حسب الحرارة اللي احنا ضبطينها. فاحنا رايحين الى اعلى شيء معطيه 2 بار، الماكينة تعطيك 2 بار. وعندي هذا البريشر جيج حق المضخة، هنا يبين لك وكيف يتغير وكيف يتصاعد وقت الاستخلاص، فيعطيك هنا قراءة للمضخة كيف كانت تمشي معك وقت الاستخلاص. هذا عندك بريشر جيج. تجي بموديل الجويستيك، الجويستيك اللي هو يكون كذا، ونقدر بشكل مانوال. في ناس تفضل هذا النوع، في أقل المكان تجي كذا فرار، لكن هذه جويستيك وهذا تفضل شخصي طبعا. الماكينة تجي بمضخة اهتزازية فيبراتري، طبعا المضخة الاهتزازية تفرق في طريقة عملها عن المضخة الدورانية. كثير يعني يقولون وش الفارق، وش أفضل، هذه فئة وهذه فئة، هذه طريقة وهذه طريقة، هذه تعطيك نتيجة هذه تعطيك نتيجة. لكن أنا عندي بعض التعليقات اللي برجع لكم فيها، لكن وش اللي يفرق الروتري عن الفيبراتري؟ الروتري الدوراني ضغط مضبوط، هذا الضغط المضبوط في الماكينة من أول ما نفتح الاستخلاص إلين ننتهي منه ضغط ثابت واحد. خلنا نقول هنا مضبوطة من المصنع، أو أنت ضابطها من تحت على ضغط 9 بار من أول الاستخلاص لين نهاية 9 بار، هذا في الروتري. خلصنا من هنا. في الفيبراتري الاهتزازي، الاهتزازي الموضوع شوي مختلف. الضغط هنا ما يكون ثابت من بداية إلى النهاية نفس الروتري، لا، يكون هنا متغير ومتصاعد. يبدأ يفتح معي من بداية ما أفتح عندي من 0 أو من 1، يبدأ يتصاعد معي يتصاعد معي لين يتغير معي لين يوصل نقطة المقاومة اللي أنا ضابط الماكينة عندها. لما يوصل نقطة المقاومة خلنا نفرض 9 بار، خلاص يثبت ويقاوم القهوة ويبدأ يستخلص. المقاومة هذه اللي هنا وصلت لها أنا تحكمني إيش؟ الطحنة، يحكمني الضغط أو الكبس. كبسي وطحنتي هي اللي تحكم سرعة وصولي إلى هذه النقطة. ممكن يكون متدرج بطيء وممكن يكون متدرج سريع ويقاوم أطول بشكل أطول لين يبدأ الاستخلاص، لين تبدأ القهوة تنزل. هنا الموضوع مختلف، فالطحنة للروتري والطحنة للفيبراتري تفرق. الروتري أغلى في السعر، أثقل في الوزن، ثقل المكاين وزنها يثقل مع الروتري. الكباسيتي أو الطاقة الاستيعابية للروتري أعلى، يعني كم لتر في الساعة، هنا تضخ أكثر هنا تضخ أقل، هنا أتوقع 40 لتر هنا بالمئات. هنا شكلها صغير وزنها خفيف، ما يعني تكون أخف الوزن، المكاين اللي فيها اهتزازية أخف من الدورانية. بس هذا الفرق اللي بينهم يعني بالتفاصيل التقنية التكنيكال. الفرق في الطعم بين المضخة الاهتزازية والمضخة الدورانية، الفرق في الطعم أنا بوجهة نظري كعبد المحسن أنها تكون دائما إذا كان عندنا سيطرة على الحرارة، إذا قدرنا نتحكم بالحرارة ونسيطر عليها نقدر نفرق في الطعم، يفرق بفرق كبير يعني، وبيكون
أفضل بمراحل لما يكون عندي بين اهتزازي بتبادل أو اهتزازي بسخانين، فهمت الفكرة؟ يعني أنا عندي سخانين أتحكم بالحرارة عن طريق البي أي دي أفضل بكثير بمراحل عن طريق عن كوب الاهتزازي في التبادل الحراري لما أقارنه بالروتري. في الروتري مع السخانين برضو نفس الشيء، لو عندي تبادل حراري روتري ما راح يفرق كثير. انا بالنسبه لي اشوف مكان اسبريسو كفئات تصنف بالسخانات، كل ما كان عندي سخان معزول واقدر اتحكم بحرارته هذه ميزه. المضخات بالنسبه لي يعني امر بعد السخان، هذا اللي انا اشوفه واصنفه. فالفرق في الطعم اكيد بيفرق اذا كان عندنا تحكم بالحراره. عالم الاسبريسو يعني مثل اي مجال ثاني، يكون في ناس تتحيز لشيء وتتمسك لاراء. نفس الشيء في الإسبريسو، في فئة تقول إن الاهتزازي أفضل من الدوراني في الطعم. ليه؟ لأن الضغط أنتم لو تفكرون فيها، أنا أبدأ الاستخلاص عندي الضغط يبدأ يتوجه بشكل تدريجي متصاعد، يعني يبدأ 1 2 3 4 5 7 8 10 وهكذا حسب ما أنا ضابط الضغط. وهنا يحكمني وشو؟ الطحنة. الطحنة والكبس هي اللي بتحكمني، هي اللي بتوصلني إلى هذا الضغط بشكل سريع أو بطيء، متصاعد سريع متصاعد بطيء، لين أوصل إلى المقاومة وأبدأ الاستخلاص. هذا الكوب اللي أنا جالس أوجه له ضغط متصاعد ممكن وبنسبة كبيرة يكون مختلف عن الكوب اللي يكون عندي ضغط ثابت واحد. فهمت الفكرة؟ وجهنا الضغط هنا بشكل قوي 9 بار على طول، نقز على 9، هنا لا تصاعد معي. فكروا فيها كضغط. والإسبريسو كله ما يعني ما ما يعني الاسبريسو كله يعتمد على ضغط وحراره، فهنا يكون اكيد عندي الموضوع مختلف. شوفوا الاكواب اللي ناخذها من المكاين اللي فيها تحكم بالضغط، البريشر بروفايل. لما يكون عندي مضخه مثلا جير بامب ولا يعني مضخه اقدر اتحكم في الضغط اللي فيها، ابدا كم اوقف على كم، ارجع انزل ارفع الضغط، هنا الكوب عندنا يختلف. فكروا فيها انتم، نهايه الاستخلاص خلصنا القهوه، نهاية الاستخلاص ممكن أنا أحد من المرارة وأقلل منها لو عندي تحكم بالضغط. نفس الشيء في البداية، فيعني في فرق، في فرق، ما في مو ما في فرق، لا في فرق. إيش أفضل؟ هذا أفضل، هذا مو أفضل. في ناس تحب الروتري، في ناس تحب الاهتزازي، لكن أنا شرحتها لكم، وأنت الحين حلل الكلام اللي قلته وشوف وش أكثر بالنسبة لك تقبل. هل تبي ضغط ثابت على طول أو تبي ضغط متصاعد في ظروف، نتأكد من هذه الكلمة، في ظروف الحرارة متحكمين فيها وثابتة عندنا، ما في عندنا حرارة متذبذبة. التبادل الحراري أنا أشوف أن سخانين أفضل بكثير، وهذه الماكينة فيها سخانين ونقدر نتحكم بالحرارة. مكان بليزر فيها خاصية وفيها ميزة أن حنا نقدر نضبط ونبرمج الترطيب المسبق البري انفيوجن عن طريق البي اي دي عندنا من 0 إلى 30، نقدر نروح إلى 30 ثانية. لكن لو ضبطنا هنا البي اي دي على عدد الثواني، على سبيل المثال حطينا 4 ثواني، طيب الحين حنا ضبطنا البي اي دي في الترطيب المسبق على 4 ثواني، اللي يصير يجي الحين نشغل يرطب بعدين يوقف 4 ثواني بعدين يكمل يستمر. نقدر شفتوا كيف العداد وش الساعة الوقت، نقدر نستمر إلى 30 ثانية ونخلي المضخة ما تشتغل تواقفة كذا. فالترطيب المسبق هذه يعني ميزة تعطينا مجال ان احنا نروح لطحنات ناعمة اكثر وناخذ طعم مختلف شوي. التحكم بالحرارة عن طريق البي اي دي عندنا مثل ما قلنا حرارتين، الاستخلاص والتبخير، نقدر نتحكم بالحرارة. عندنا H1، عندنا هذه حرارة التبخير 135 على شيء، ونقدر ننزل الى 110. H2 هذه حرارة الاستخلاص مثل ما قلنا، نقدر نرتفع الى 105 في الاستخلاص او ننزل الى 80، وهذه ترى نشوفها ميزة ان عندنا حرارة نازلة للاسبريسو، عشاق الاسبريسو يقدرون يستمتعون بالحرارات النازلة يعني، فهذه ميزة. اخر شيء عندنا خاصية الايكو مود، حفظ الطاقة. هذا الايكو من 1 إلى 5، كل رقم يعادل وقت. 1 عندنا 30 دقيقة، 2 60 دقيقة، 3 190 دقيقة، وهنا عندنا
اذا ما خاب ظني 180 او 120. المهم ان وقت بعد هذا الوقت الماكينه من حالها تطفي، لو نسيتها تطفي. هذا يعني ميزه انك ما تخلي، طبعا خمسه تفصل هذا الميزه وتخليه ما بدون، بتقعد تستمر تشتغل. وانا ما افضل هذا الخيار عشان ما تتاثر قطع الداخليه، تطفي الماكينه من نفسها افضل. اذا نسيتها يعني تقدر تخليها على نص ساعه ساعه هكذا وبس. خلصت البي اي دي. كامبريزا فيها ميزة نادرة في مكان اسبريسو المنزلية بالذات، ان فيها درين نقدر نفرغ البويلر حق التبخير من مصدر خارجي من هنا على طول. يعني اللي يستخدم الماكينة فترة طويلة يبي يجدد الموية اللي في البويلر يقدر عن طريق الشاي مثل باقي المكاين، لكن هنا تقدر تفرغ كامل. صمام هنا تفتحه تنزل كل الموية. شيء مختلف لاحظته في الماكينة شفتها بس في مكاين البرزوكو والجي اس 3 الام بي، اللي هي ان المويه الزايده وقت الاستخلاص ما في لها خط رجعه. الاو بي في هنا في هذا الماكينه صاير ما يرجع المويه الى التانكي او الى السخان، نفس الجي اس 3 يوديه في الدرين. طبعا الجي اس 3 عشان موضوع المانوميتر وكيف احنا قاعدين نتحكم بتوجيه الضغط في البك عن طريق البدل بشكل يدوي. شوفوا كيف لما توصل المقاومة، شوفوا الضغط هنا لما توصل المقاومة، شوفوا الريليف فالف. هذا الصمام حق التصريف، الأوبي في جالس يطلع ويرجع في الدرين. سألت الوكيل قال لي هذه فلسفة الشركة ان الموية ما ترجع عشان تجدد في البويلر نفسه. الماكينة متوفرة عند الوكيل بارستا تولز، تحصلونها في وصف المكاين، جزء مادة القهوة، مكاين الاسبريسو المنزلية. هذه مكاين الاسبريسو المنزلية، هذه ماكينة اللي كنا نتصرف عنها اللي هي بليزا فرانشيسكا. طبعا هذا الماكينة بيكون في كود خصم اللي وده يطلبها، هم يشحنون جميع دول الخليج. لكن ترى للتنبيه بس اللي بيطلب من برا السعودية، أنت أكيد تعرف نوع التردد للكهرباء في دولتك، فتجي الماكينة بخمسين هيرتز أو ستين، فتقدر تحدد. هذا السعودية ستين، بعض دول الخليج فيها خمسين، مو كلها بعضها. فإذا دولتك خمسين تحدد خمسين لأنك جي سي سي الجولف كونتريز وتطلبها بهذا التردد وبس. حط لكم الكود.